تغطية إعلامية من وكالة تاوريرت تم يوم الاثنين الموافق ل 14 من نوفمبر 2022 عقد اجتماع نظمته ابتدائية عثمان بن عفان لبلدية عين مقل، وبحضور كل من رئيس جمعية أولياء التلاميذ وممثل أكاديمية المجتمع المدني وبعض السلطات المحلية لذات البلدية، حيث تمحور الاجتماع حول الكتاب الإلكتروني التابع لوزارة التربية، وكذا بعض الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي. ثم أخيرا تطرق مدير الابتدائية إلى تحضيرات امتحان الفصل الأول. في ذات السياق قدم المستشار بمحمد يوسف عرض توضيحي وشرح مفصل لأولياء حول كيفية التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ والكتاب الرقمي على الأجهزة الإلكترونية. تحمله في التليفون تاعك وتقدر تحمله في تابلت ولا في جهاز كمبيوتر ولا ميكرو بورتابل ولا جهاز تاع الطابلة. هذا هو الشروط اللي لازم يتوفروا باش الوالي يقدر يونجاجي بهذه العملية تاع الكتاب الإلكتروني. خلاص فاهمين. العملية الثانية ندخلوا الموقع اللي اسمه السيد المدير، تظهر لك واجهة كيما هكا، تحط البريد الإلكتروني تاعك هنايا، كلمة المرور تاعو، عندنا هنايا مجموعة من الأمثلة. الأستاذ فلان محمد كان له حضور في الاجتماع وقد ثمن مجهودات مدير المدرسة لإقامة مثل هكذا اجتماع ومرافقة أولياء التلاميذ لأجل إنجاح الموسم الدراسي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد طه الأمين. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على ابتدائية عثمان بن عفان هذه الابتدائية العريقة. اليوم كان لقاء أولياء التلاميذ ضمن مع القائمين على هذه المؤسسة من أولياء تلاميذ وكذلك مدير لهذه المتوسطة وأساتذتها الكرام. كان اللقاء بين هؤلاء جميعا من أجل دراسة بعض النقاط الهامة، وتمثلت هذه النقاط في ثلاث محاور. أولها الحديث عن الكتاب أو فضاء الأولياء من خلال الحديث عن الكتاب الإلكتروني، وكذلك استفحال ظاهرة تعاطي المخدرات في أوساط أو بين أوساط التلاميذ الكرام، كذلك التحضيرات لاختبارات الفصل الأول. إذن نحن نرى أن أبناءنا يعني يحبون أن يقضوا أوقاتهم مع وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الهواتف، مثل الهواتف والحواسيب، فلذلك ارتأى القائمون على هذه الابتدائية إلا أن يعني ينوروا السادة الأولياء بطريقة التعامل مع الفضاء الرقمي لأولياء التلاميذ، خاصة من فضاء مكتبتي الذي يعني يمنح أو يفتح المجال للأولياء للحصول على الكتاب الإلكتروني. وتحدث أيضا السيد حرمة الله إبراهيم رئيس جمعية أولياء التلاميذ حول الكتاب الرقمي وطرق استعماله وكذا وجوب مراقبة الأطفال أثناء التصفح في الأنترنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فيما يخص الاجتماع التنسيقي الذي كنا بصدده اليوم بابتدائية عثمان بن عفان بصفته رئيس جمعية أولياء التلاميذ وحضور إن لم نقل 80-90% من أولياء التلاميذ كانوا حاضرين، تمحور الاجتماع أولا حول الكتاب الرقمي وكيفية التعامل معه وطرق استعماله، لأن الأطفال بالنسبة للفضاء بالنسبة لاستعمال الانترنت دائما لازم تكون مراقبة من طرف الأولياء. المحور الأول بالنسبة للكتاب الرقمي، لخاطر ما نقدرش كما نقولوا طفل تخليه وحده فنوصلوا لحوايج بالك لا يحمد عقباه. المحور الثاني بالنسبة لظاهرة الآفات الاجتماعية التي طغت على مجتمعنا وطغت على أبنائنا، عافانا وعافاكم الله منها. الظاهرة هذه كما نقولوا بين قوسين اللي احنا نعرفوها بالغيرة سيليسيو، ولا الظاهرة كما نقولوا كما قال سيد المدير قبل، كنا في اجتماع مع السيدة مديرة التربية بالولاية، وقفت على العملية بحد ذاتها هي
وسيد والي الولاية وسيد الأمين العام وكل إطارات الدولة تقريبا على اطلاع بالموضوع. هذه الظاهرة والله زعما تأسفوا لها. واليوم لحنا واحدة من المدارس لازمنا نكونوا صراحة مع بعضنا قبل أي حاجة أننا لحقت المدرسة نتاعنا. احنا اليوم جمعنا الأولياء باش أي إجراء يكون ولا أي حاجة تكون يكون على اطلاع. وقد ركز معتمد شؤون الدينية لبلدية عين مقل السيد سعيد محمد علي في مداخلته على الآفة الاجتماعية وأهمها آفة تعطيل غراء لاصق وما يعرف في المجتمع المدني بالسيليسيو. القوم على المجتمع المدني وهو آفة تخدير بمادة السيليسيو أو لصقة المعروفة عندنا. الآفات الاجتماعية كلها هي خطر على الأبناء أولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا من هذه الآفات الاجتماعية. خطر على الوجه العام أولا بعموم على الأمة المسلمة كقاطبة على أنها خطر عليها. لماذا؟ لأن الإنسان مهما كان بعقله غير كامل ما لم يكن كامل بغيره. أما إذا كان الإنسان هذا أذهب عقله فإن صاحب العقل السليم هو في خطر، ما بالك بالإنسان ذو العقل السقيم الذي أسقم عقله أو أنهك عقله وأخذ عقله هاتك تلك الآفة أو تلك المادة السامة لا يعلم ما يفعل به ولا بنفسه ولا بغيره. لأجل ذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم عن ضرر الإنسان، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ضرار لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الآفات الاجتماعية معدودة ومعلومة لدى كل المجتمع، كل المجتمع يعرف الآفات الاجتماعية هي معدودة ومعلومة على أنها آفات وعلى أنها أمراض. قبل أن تكون آفات هي أمراض تتعلق بشباب المجتمع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أبناءنا منها. وهي لابد على كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرها وكبيرها ذكرها وأنثاها على أن يحاربوا هذه الآفات الاجتماعية محاربة كاملة شاملة. ما نكون كما قال إبليس، قال يا ودي تخطي داري أو تخطي بلادي أو تخطي دار نتاعي أو تخطيني أنا، المهم لا. المسلم بأخيه، المسلم بجاره، المسلم بالمسلمين، حسبنا ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتشاملهم واكتمالهم بعضهم ببعض كمثال الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما جاء في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آفات الاجتماعية لا نقول أنها آفة اجتماعية على الفرد دونه. لماذا؟ لأنه المثل العربي قال له لكن حسن جارك لا باللي انت راه جاتك المصيبة. لماذا؟ لأن كل واحد يأخذ غيره، كل إنسان يدي غيره، والصاحب ساحب كما جاء في الحكمة، الصاحب ساحب. مهما صاحب الإنسان أخيه لا بد أن يكون صاحب منه آفة، يصاحب منه تلك الآفة. وإذا عمت الآفة فإنها مشكلة طمت على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة التناصح، أمة التآزر، أمة التناصح. الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فأنصحوا إخواني وأخواتي وجميع المجتمع صغيره وكبيره ذكره وإنثاه على أن يكونوا محاربين لهذه الآفات الاجتماعية قاطبة، وأن يراعوا أبناءهم وأن يراعوا الشباب في هذا المشكل العويص. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحول هذا اللقاء يقول مدير المدرسة الابتدائية عثمان بن عفان عين مقل السيد بمحمد بجمعة. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث نورا للأمة أجمعين. أما بعد، فأشكر وكالة التوير للسمع البصري على مرافقتهم لنا في جميع الأنشطة التي تقدمها ابتدائية عثمان بن عفان. فكان اليوم لقاؤنا مع الأولياء يتمحور أساسا حول التحضير لامتحانات الفصل الأول للسنة الدراسية
2022-2023. لمسنا يعني استجابة واسعة من طرف الأولياء، نتمنى أن أبناءنا يستجيبون لآبائهم ويطيعونهم في جميع الأوامر، لأنهم هم يعني أمل هؤلاء الأولياء ومستقبلهم. فلكي تكلل أعمالنا بالنجاح لابد من التحضير المسبق لها، وها نحن اليوم عقدنا اجتماع من أجل التحضير لامتحانات الفصل الأول التي نتمنى أن تكون يعني ناجحة. خاصة أما الأستاذ بامحمد أحمد فقد ثمن مجهودات الوكالة في تغطية هذا اليوم التحسيسي لأولياء التلاميذ لمعالجة بعض القضايا المهمة لأبنائهم، أو كما يقول. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذن نرحب بوكالة التورير في المدرسة الابتدائية عثمان بن عفان، وذلك من أجل تغطية اليوم التحسيسي لأولياء التلاميذ الذين كان حضورهم يعني بقوة وهم مشكورون على ذلك. هذا اليوم تمثل في معالجة بعض القضايا التي تخص أبنائنا بحضور أولياء أمورهم، حيث تطرقنا للكتاب الرقمي الجديد الذي اقترحته الوزارة من أجل تخفيف المحفظة على التلاميذ. والموضوع الثاني حول استعمال الرقمنة وشراء الكتب من الفضاء الرقمي الخاص بأولياء التلاميذ. كما كانت هناك مداخلات حول حول الآفات الاجتماعية الظاهرة هذه الأيام، ليس في بلدية عين مقل فقط أو في مدرسة عثمان بن عفان، وإنما على مستوى الولاية، حيث كانت هناك تدخلات يعني مهمة وفي المستوى من قبل بعض الأولياء، وذلك من أجل مصلحة أبنائنا وتحصيلهم الدراسي بشكل جيد. ومرة أخرى نوجه الشكر لوكالة التورير للإنتاج السمعي البصري بلدية عين مقل على متابعتها هذه التغطيات، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.